اول حاجه لسه تمام. اول حاجه عندنا النهارده ان شاء الله في الريفيجن لسه 1 بروبلمز 20. تعالوا نشوف لسه 1 بروبلمز 20 بتقول ايه. فين البروبلمز؟ شوف كده يا محمد، هي دي اللي عندك ولا واحده تانية؟ بس المفروض عند حضرتك 22. 22 اللي هي بتاعت العربيات دي. اه ماشي طيب، بيقول لي study the following figures and then answer the following. Does the car move a regular speed way؟ يعني هل العربية اللي قدامي دي بتمشي ب regular speed ولا لا؟ ما اقدرش اجاوب على السؤال ده غير لما اجيب السبيد بتاعت الثلاثة مراحل. أول مرحلة قال لي state of the movement. ماشي، أخد 20. ثواني أقبل حبيبة أهي. معايا ال distance ب 20 متر ومعايا التايم ب 1 سكند، يعني السبيد في الوقت ده هيبقى 20 اوفر 1، يعني 20 متر بير سكند. طيب في تاني مرحله اخد 25 تمام، ووصل بيها لغايه 2 سكند. طيب هل 2 سكند دي من بدايه السيشن؟ ايوه من بدايه السيشن، يعني انا كده اخد 25 في 1 سكند، يعني كده تاني يبقى 25 متر بير سكند. طب تعالي عند الثالثه، قال لي 30. قال لي 30 متر تمام، وطبعا انا هنا من هنا لهنا ادي 2، ويعني هنا كده يبقى على 1، يعني 30 متر بير سكند. طيب هل السبيد اللي قدامي دي هل كده ريجولار سبيد ولا ايه ريجولار سبيد؟ مش هو بتزيد بإيكوال لا ريجولار سبيد، ريجولار سبيد مش معناها ريجولار سبيد، ريجولار سبيد معناها ان السرعه ثابته، هي ريجولار يعني لأن كل مرة بتزيد اتغيرت 5 20 then 5 تتأكد 5 دايما ريجولار المفروض يمشي. يا ميس تبقى في كل واحدة 20 متر بير سكند، بس هي مختلفة. هي مختلفة يعني كده الريجولار سبيد. التيتشر طب يا ميس المفروض مش ان هي بتزيد ريجولار، 5؟ ازاي ريجولار ايوه وهو عشان اخذ بتزيد ان 5. ايكوال ديستانت ان ايكوال تايم؟ مش هو اخذ ان ايكوال ديستانت ان ايكوال تايم ولا ايه؟ ايوه يا ميس لانها بتزيد اي 5. equal distance in equal time. اه تمام. طيب اخذ اول حاجه 20 متر في 1 سكند، وبعدين اخذ 25 متر in 1 سكند، وبعدين اخذ 30 متر in 1 سكند، يبقى ده كده اكيد لا اكيد irregular speed. ماما تمام، وقال لي واي، قال لي ليه؟ هقول له because it has an equal distance in equal time، اخذ مسافات مختلفه في وقت شبه بعض. طيب نيجي رولي كده الكوتشن اللي بعديه، عايز مني ايه تاني في البروبلمز دي؟ average speed the car during the 3 seconds. عايز السبيد في ال 3 سكند كلهم صح؟ اه خلاص دي سهلة، اعملهم كلهم بلس واعملهم ديفايد 6 هو تعملهم ديفايد كام معلش؟ 6. ما مش هعمل 3 second بلس 2 بلس 1، لا ثواني اعملهم ديفايد 3 بس. عايز لا انت، ما انا مش فاهماك. ماشي يا حبيبي، بتقول انا دلوقتي في بسم الله الرحمن الرحيم فين؟ بيقولي اول حاجه calculate the speed during the first second، يعني في اول ثانيه دي اللي احنا جبناها، اللي احنا هنقول ان ال v ب 20 divide 1 خلاص جبناها. وفي third second نفس ست الموضوع اهو، ال third second نفس الموضوع تمام. هقول ان هي برضو 30 ديفايد 1. طيب عند رقم سي بقى اللي هو فين، ثواني امسح البورد اهو، بيقول لي what is the average speed of the car during the 3 second. عايز ال average speed بتاعتي كلهم، يعني هجيب total distance على total time. ال distance بتاعتك ال total 20 plus 25 plus 30، وال time بتاعك كله كام؟ محدش يعمل لي 1 plus 2 plus 3، لا انا ببتدي من اول زيرو كده ثانيه 2 سكند 3 سكند، يعني التوتال تايم بتاعي هو 3. دي انتوا بتتلخبطوا فيها، شوفوا انتوا بادئين من الزيرو يعني ال 3 سكند بتاعت الفتره دي فقط، ولا 3 سكند بتاعت من اول ما بدات، يبقى هو ده التوتال ديستانت بتاعتي، سوري التوتال تايم بتاعي تمام.
تمام يا مستر. طيب اي حد عنده problems في lesson 1 تاني قبل ما اقلب؟ مثلا عندي سؤال في lesson 1 page 10 في فين في سوي فين page 10 بتشوفين سؤال يعني what happened ولا مش what فاهم؟ the following happened. حلو قوي. انهي واحد اللي هو 10 اللي هو car moving a uniform؟ طب استني، لا في page 10 صفحة 10. when the following happen اهو السؤال اهو when the following happen. لا مش انا بقول في صفحة رقم 10 مش في Let's الأسئلة في see. What is beat الاكسرسايز. boy? في صفحة رقم 10 يعني في الدرس نفسه. ماشي في ماشي انا جزء بس انا في ما الأسئلة. خدتهوش. ماشي فين قربنا لا ما عنديش انا صفحة تاني بس بجد الصفحة ما اللي فيها عنديش صفحة السبيد تاني. الصفحة اللي فيها اللي بعد السبيد دي دي. لا لا ايوه دي. السؤال ده بيقول لي what the following happen. بيقول لي the amount of the object speed in is equal amount of distance covered. معناها ايه؟ معنى ايه ان انا عندي ان السبيد بتاعتي مثلا اديتها لك ب 10 متر بير سكند وقلت لك ده الديستانت برضه ب 10 متر بير سكند. معناها ان التايم عندي واحد صح؟ يعني لو انا عندي قال لي سكند معناها ان انا اخدت سكند 1 سكند بس، ولو كان قال لي مثلا كيلو متر بير اور يبقى انا اخدت 1 اور بس، عشان اي حاجه اللي هي الديستانت اللي هي ب 10 هقسمها على 1 هتطلع زي ما هي، فلازم التايم بتاعي يطلع 1. يا اما 1 سكند يا اما 1 اور على حسب اليونت بتاعتي. تمام؟ تمام يا ماشي. هنا بيقول لي اهو، هنا بيقول لي في السؤال الـ amount of the speed equal distant، يعني امتى الـ speed بتساوي الـ distant؟ والله لو انا عملت when the object covers the distance through a unit time. الـ unit time دي يعني ايه unit time؟ يعني واحد، يا اما اقول 1 min 1 minute يا اما 1 second يا اما 1 hour. دي اسمها unit time. listen one تاني في مشاكل؟ لا طيب نشوف تاني المشاكل اللي عندنا. خلصت كده محمد وخلصت نورة، نخش بقى على يونت 2. في حد هو عايز الليسن 3 في يونت 1؟ أنا أيوه ماشي انا بس عشان قبل ما اقرب على يونت 2 نكون ايه نمشي بالترتيب يعني. ليسون 3 ليسون 3 في ليسون 3 في ليسون 3 اتحدث عندنا من المنهج اهو. ليسون 3 يا شباب بيتكلمني عن الفيزيكال كوانتيتي سواء اذا كان سكيلز او فيكتور. يعني ايه سكيلز وفيكتور؟ يعني وحده ان انا الدرس محتاجه كله، انا مش الدرس كله خلاص واقف معايا هي وجزء بس. ايه استنى امشي بس كمان لحظة. الديستانت والديسبلاسمنت نص الدايره لا والدايره وكده. ايوه هي الحتة دي انا اعمل بيها ايه في حياتي؟ انا مش فاهمة ومش عارفة اذاكرها ولا اي حاجة. فين يا بنتي دي البيج اللي مش انا دي واقفه الصفحة عندها اللي بعد دي؟ دي، الصفحة اللي بعد دي دي في الصفحة دي واحدة تانية في الدوايه. ايوه دي واللي قبلها. ايه انا اعمل بيهم ايه فين اللي قبلها دي؟ يا مس؟ والله حضرتك بتقفي على الصفحة. ايوه هي دي حلوة انا أوي. اذاكر دي ازاي واعمل بيها ايه في لا حياتي وما فيهاش دي فيها اللي نهائي. استنيني نعم. ماسورة واتفتحت. دي جايبها لك يا حبايب قلبي، دي جايبها لك عشان تعرفي تحلي البروبلمز بتاعت الدايرة. تمام؟ يعني بيقول لك ان هو لو رسم لي كومبليتلي سيركل يعني معناها ان انا عندي ديستانت بس ما عنديش ديسبيسمنت عشان رجعت للانيشال بوينت بتاعتي فما عنديش ديسبيسمنت زيرو. طيب الديستانت تيتشر وقتها هتبقى بكام؟ قال لي هتبقى ب2 باي ار عشان انا معايا كومبليتلي سيركل. طب يا تيتشر لو معايا ثلاث ارباع سيركل هقول له انا عندي الديستانت ثلاث ارباع 3 اوفر 4 ب2 باي ار، وساعتها الديسبيسمنت انا عايز اجيب الديسبيسمنت يعني عايز اجيب اقصر خط ما بين الاي والدي. تمام؟ فهتستخدميها كانها عندك تراينجل مسبقه اهو، عندك مثلث والمثلث ده الجزء ده قد الجزء ده يبقى يجيب السايد رقم 3 ازاي؟ قال لي هجيب الاي دي هحط الجذر واربع ده
اعمله باور 2 بلس باور 2 واخدهم تحت الجهاز عشان اقدر اجيب الديسبيسمنت في رقم 3. طب يا تيتشر انا معايا نص دايره، حلو، هجيب الديستانت هقول له نص في 2 باي ار. طيب عايز الديسبيسمنت، طالما عندي نص يبقى الايه الدياتومر هو اللي هيبقى الديسبيسمنت، المسافه ما بين الاي والسي، وده دياتومر. تمام. طيب تعالي الرقم 4 معايا ربع دايره، يبقى اقول له ربع في 2 باي ار، ده دي الديستانت. طيب عايز الديسبيسمنت يعني عايز السايد بتاع اي بي، نفس الموضوع بتاع الثلاث ارباع سيركل، هقول له ان الاي بي بتساوي احط تحت الجذر البي ام اللي هي الار يعني باور 2 بلس ار باور 2، ما هي دي راديوس ودي راديوس. تمام، جايبها لي عشان لما يجيب لي اي مساله انا عارفه البيزك بتاعها. هديكي اكزامبل دلوقتي، مساله على الموضوع ده دلوقتي عشان يترتب في دماغك. فهمت الاول الشرح ده؟ اه فهمت. يعني انا طيب بس هربت من المثل، ايه جاي لي هنا؟ يعني ايه ده؟ نعمل ايه؟ ما احنا قلنا الساينس والماس ولاد عم، انا اروح منهم فين؟ تعالي انا هجيب دلوقتي ولاد بروبلمز عم. عشان طب اه هو والله الجزء ده ولاد بيجي فيه عم. اسئله؟ لان انا ما بشوفش فيه اسئله. هو لا ممكن انا يجي منه اسئله؟ طبعا هشوف فيك يوم، انا لو عايزه اغتت عليكي هجيب لك مساله ثلاث ارباع او ربع، واحسبي لي بقى الديستانت والديسبيسمنت يا قطه. ليه طيب يعني؟ من بقولك لو عايز يرخم عليا هيجيبها لي، عشان بس هي انتوا عقدتكم ان البروبلمز يبقى فيها شغل ماثيماتيك شويه، احس ان انا بقى بدات ان انا بقيت تشرب ماس والدنيا باظت منكم. سهلين يا مس. سليم. طيب تعالي كده في 27 يا كوكي، معايا اهو ماشي. بيقول لي معايا شكل فروم ذا اوبجكت موف فروم اي تو بي، اهو مشي من اي لبي. تمام، ماشي. عايز الديسبيسمنت فروم اي تو بي، عايز الديسبيسمنت بتاعك طيب يعني احنا لحظة، هو من ايه؟ ال بي مفيش displacement عشان هو رجع تاني للبوينت اللي هو كان فيها، فكده مفيش displacement، انما من ال بي في نعم، displacement. ايه يا هو ميس؟ من ايه لبي ازاي ما فيش ديسبليسمنت؟ إيه ميس؟ مش حضرتك، استني لحظة كده، انا جالي ايه؟ لا ثانية، ايه ده؟ طب اللحظة ميس، طب انا كده الديسبليسمنت دلوقتي هستخدم عندك انهي ميل؟ هيبقى اي بي، اهو اهو هيبقى ايه بي. ايوه ماشي، تمام، ده انا بقول تمام. طب احنا كده دلوقتي حلو هنضطر قوي، نستخدم القدرات اديني بقى المسلية. اي بي دلوقتي. طيب ايه بي دلوقتي؟ هي المفروض انها هتكون الرول اللي احنا كنا خدناه اللي هو في سكوير روت ده، اللي هو ايه، احنا هنعمل سكوير روت ونجيب السايد اللي هي انهي واحدة. انا مش شايفة مثل الرسمة، اللي هو ايه، مشيتها بتسجل يا محمد الكلام ده مهم، مش هيفرق معايا انا مشيت من ايه لبي ولا من ايه لبي كده، يعني دايركشن ده ولا دايركشن ده، انا عايز الديسبيسمنت، يعني عايز ما بين الانيشيال بوينت والفاينل بوينت، عايز اقصر خط ما بين الانيشيال بوينت والفاينل بوينت، صح؟ صح. ايوه. طيب مش عندكم ده راديوس؟ اسف. وبعدين الا وبعدين فكروا، انا يعني بقى انا مش احنا كده هنعمل الرول اللي هو كان سكوير روت وجواه بالظبط هو ده اي طبعا. ام باور 2 بلس بي ام باور 2، بس انا معيش بي ايوه ام، مس بي ام مش موجود، معكيش ايه، معكيش ايه عشان بي ام اكون مش دلوقتي بي ام، كلكم عشان نقول احنا اي ام ماثيماتيكال. موجودة، ما هو اي يا ام حبيبي موجودة. الاي ام مش ده راديوس ودي اه راديوس، هو مش انا ايه الدايره ده كل سبحان الريدز الله. بتاعها قد بعض ولا ايه؟ ايوه يعني صح، الاي ايوه ام بيساوي ام بي، يعني الاثنين بتن، يعني لو عايز اجيب انا بقى الاي بي اهو هقول له ده انا هاخد الجذر 10 باور 2 بلس 10 باور 2، احسبها لي على الكالكوليتور كده يا شباب. 10 root 2 حلو قوي، خلي بالكم
خلي بالكو دي ممكن تمشي معايا بقى، اللي هيختلف معايا هو الديستنت، ساعتها انا هقول هو ربع 2 باي ار ولا تلات ارباع 2 باي ار، بس مش هيختلف معايا في الديسبليسمنت. مشيت ربع دايره، مشيت تلات ارباع دايره، مش هيختلف معايا في الديسبليسمنت وقتها، عشان الاثنين هشتغل نفس الطريقه في الديسبليسمنت. اوكي نشوف واحده تانيه كده فيها لو لعب ديستانس شويه. هيقول لنا، لو ديستانس هيقول لنا في المسألة صح. اه لا هيقول لك أقصد هو هيقول لنا اه 1 over 4 ولا 3 over 4. هيقول لك، او هو زي ما زي مثلا البروبلمز اللي كانت موجوده دلوقتي، هو عامل لي الاتجاه اهو، عامل لي ان انا مشيت من ايه لبي، يعني عامل لي كده، فانا خلاص دي كده معروفه انها ربع دايره. لو قال لي عمل لي كده الناحيه التانيه، دي تلات ارباع دايره. بس طيب انا عايزه، مشكله ان هو مش عامل دوائر كتير في البروبلمز، بس ندور على حاجه حلوه. ما فيش اهو، لا ده فيه. في تعالوا كده في وحدة البروبلم اللي تحت، تقولوا ايه؟ في 3 وحدات حضرتك عدتيهم. لا انا كنت، انا دول سهلين، دول انا كنت دول عايزه سهلين. واحده فيها شغل، يعني دول مثلا نص دايره، عايز الديستنت وعايز الديسبليسمنت. هتقولي الديسبليسمنت 14 صح، والديستنت هالف في 2 باي ار، فلا انتوا بتتلخبطوا ما بين الربع والثلاث ارباع، مش النص. ايه رأيكم في رقم 5؟ غريبة ما هو انا عشان كده حبيتها. هي ما يلا. فيهاش معالم اساسا يعني. هي ما فيهاش، هي بس يوم مش بيهل معالم. المهم نسمي الله كده ونشوف هو عايز مني ايه. فقال لي اول حاجه ريبريزنت ذا موفمنت اوف ذا اوبجكت ان ذا سيركل باث لونج باريميتر اوف 300 متر. حلو قوي، كتر الف خير ان هو جايب لي الباريميتر بتاعي. يعني قال لي انا مشيت السيركل دي ومعايا الباراميتر بتاعي 300 متر from point A at the same point passing by point B, C, B و C و D. يعني مشيت من A ل B ل C ل D. حلو. If you know the object take times equal 10 second to cover the path A, B, C. اهو فين اخد ايه ده اهو الشباب؟ من ال A لل B لل C 10 second صح؟ و then 20 second to cover the base C D A، واخد 20 الناحية التانية. عايز ايه بقى؟ عايز total distance covered. مين يقول لي total distance كام يا باشوات؟ 300 لا لا انا سمعت ارقام كتير، فمش عارفة مين 300 يا مس. قال ايه. مثلا ايوه التوتال سمعني ديستنس كام؟ معلش 300 300 300 هو جايبها لي اهي، جايبها لي سهله وبسيطه، وقال لي ده الباراميتر بتاعي كله 300. يعني كمان مش جايب لي بقى راديوس وقال لي احسبي الدايره الكامله وكل الكلام ده، لا ده هو جايبها لي. تاني حاجه بيقول لي سبيد اوف ذا اوبجكت. سهله، هنجيب الديستنس، فين الديستنس بتاعتنا؟ ما احنا قلنا الديستنت هو الباراميتر، اه عايزه ال صح، V فين هو الميتر total distance divide over total time، يعني 300 اه والتايم عندك بكام؟ 30 كله 30. 30، يبقى ال V هتساوي 10 صح؟ 10 10 اه 10 اه 10 متر بير سكند. طيب تعالي اخر حاجه بيقول لي عايز displacement زيرو displacement زيرو، عشان انا رجعت تاني لبوينت A فما فيش displacement. شوف تتخيلها صعبة وهي من أسهل البروبلمز أساسا. ماشي. طيب ماشي كده الدوائر تمام. في بقى حتة تانية يا مس طب برضه، يا قول ستي تقدر تحسب لها كده؟ سمعتهاش. السبيد جبت توتال ديستنس ديفايد توتال تايم، يعني جبت 300 ديفايد 30. اوكي. في بقى جزء مس زي الدوائر ده، بس بقى على ريكتانجل وتريانجل وستريت لاين ومعرفش ايه يا دول بنتي بقى ما برضه. هو ده القوانين اللي هتمشي بيها يا حبيبي اهي. يعني المفروض احفظ دول كمان؟ تحفظي دول ايه؟ ما هو انت مش فهمتي الدوائر، ما عندناش حاجه حفظ في الساينس ده اه ماشي، صح؟ انا فهمت الدوائر، انا فهمت الدوائر. طيب مش هو البيدج اللي انا جايباها دلوقتي ولا ايه؟ ايوه حلو قوي. دلوقتي انا مشيت في ستريت لاين، رحت من A ل B، عايز الديستانت يبقى A B،
طيب عايز الديسبليسمنت، يبقى ايه بي برضو؟ الحاله الوحيده اللي الديستنت بيساوي الديسبليسمنت لما اكون ماشيه في ستريت لاين. طيب رحت من تمام. ايه لبي ورجعت تاني لايه، يبقى انا معايا الديستنت ايه؟ هقول له اي بي بلس بي اي. طيب الديسبليسمنت وقتها بزيرو. طب يا تيتشر انا ما رجعتش لايه، انا رجعت لنص المسافه يعني لسي، فمعايا الديستنت اي بي بلس بي سي. طيب والديسبليسمنت هيبقى اي سي. تمام، تمام ده اللي احنا بنحل بيه اساسا. طيب لو معايا تراينجل مشيت من A لبي لسي، فانا عايز الديستنت هقول له اي بي بلس بي سي. طب عايز الديسبليسمنت، هيبقى هجيب الضلع اللي ناقص اللي هو برضو الجذر اي بي باور 2 بلس بي سي باور 2. تمام، عشان اجيب تمام الاي سي معايا يا حبيبه. طيب نيجي معك. عند السكوير اهو، ده ريكتانجل، فانا عايز الديستنت هقول له اي بي بلس بي سي بلس سي دي. طيب عايز الجزء اللي باقي اللي هو عشان اجيب الديسبليسمنت هقول له اي دي على طول. طيب اهو ادي دي اللي احنا قلناها، اللي لقيت ان انا رجعت تاني، وادي تراينجل رجعت تاني النقطة، قلت رحت من A ل B ل C فما عنديش displacement. طيب السكوير قفلت كله ورجعت ل A، ما عنديش displacement. ايه المشكلة في البيت دي بقى؟ لا خلاص تمام انتوا ممكن ليه بتتخضوا من الاشكال يعني؟ والله يعني تشوف الشكل يا تحس ان انتوا مخضوضين. بس انا الحاجة عندي اللي سؤال، الناس بيحب يدخل جواها أنا مش صاحبتها. ماشي. ايه بس تاني؟ حد عايز حاجة في يونت 1 تاني؟ ايه؟ في ال problems بتاعت lesson 3 دي برضه، سؤال رقم 12. ثواني بقى نجيب ريون فين؟ بالراحة. على فكرة يا ولاد أنا بنبسط جدا لما ألاقي أسئلتكم كتير وكده، يعني ما يعني دي بتبقى حاجة حلوة، بعرف إن كنتوا ذاكرتوا في حاجات وقفت قدامكم. مين؟ 12 سؤال رقم كام معلش؟ 12. طيب شوفوا هو عندي هو ولا لأ الجراف ده. ايوه مس ايوه هو اللي هم ايه بقى طيب 1 و 2 بيقول دول. ثواني بقى بالراحة أقرأ السؤال. طيب بيقول لي انه beside graph mentions the name of horizontal axis and the vertical axis. عايز ال V و... عايز ال V ايه؟ عايز يقول لي ال axis ده بتاع ايه وال axis ده بتاع ايه؟ انا هحط عند 1 ايه وعند 1 وعند 2 ايه؟ طيب اخدت لي بالك انت، نكبر كده بقى الصوره عشان لما بتكبر بتوضح. اخدت لي بالك هو كاتب لي ايه تحت الجراف؟ كاتب لي object move with acceleration zero. طيب بعوض عن ال acceleration بايه؟ مش هو يقصد ان انا الاسيليريشن اكتب مثلا distance time وكده؟ ايوه. دلوقتي اه اوكي الاسيليريشن بتساوي سبيد صح ديفايد تايم اللي هو دلتا في على دلتا تي، يبقى اكيد اللي فوق رقم 2 ده سبيد ورقم 1 ده التايم. عشان هو ده كده هو قال السؤال؟ لي انا عندي هنا انا ما عنديش اختلاف في السبيد، السبيد عندي ريجولار، فعشان كده اداني الاسيليريشن زيرو. تمام يا تمام تمام. خلاص دي خلاص كده قفلناها يونت 1. اي حد عايز منها حاجه تاني معلش بس في سؤال اكتشفته دلوقتي، اتفضل. هو نمبر 25 25 عندي ولا عندك؟ انا هشوفه دلوقتي. هو عند حاجه زي عندنا هو خلاص 24؟ لا مش ايه ده ده هو ده ماشي وفي واحد يعني ورا. خلينا في ده دلوقتي، ده ولا اللي وراه لا ده دلوقتي خلينا في ده. ده؟ خليكي في الشكل الأصعب، انت بتعدي بالشكل على فكرة. مش بيقولك يا حبيبة ما تحكميش على البني آدم من شكله، برضو ما تحكميش على البروبلمز من شكلها. مش بيقول بس لك خلينا نطبق على اللي احنا خدناه، ايه؟ نطبق بيها على اللي احنا اللي شرحتيه دلوقتي. ما هو كل ده تطبيقات يا حبيبتي، كل البروبلمز دي وكل الحاجات دي هي دي التطبيقات اللي علينا. تعالي بصي كده، بيقول لي توتال ديستنت كفر زي كور اهو، هاتي لي التوتال ديستنت قولي لي. ده راحت حتت كتير قوي. طيب احسبي بقى اجمعي كله. 20 plus 80 plus 40 plus 40 plus 160 ده هيبقى كتير. حلو قوي. لما نيجي اولا نطبق الديسبليسمنت، احس ان انا اللي ماشيه، انا العربيه وماشيه، امشي من هنا 80، اكتب 80 على طول عشان ما انساش حاجه. جيت كده 200 اهو، نزلت تاني 40، رجعت تاني 160، نزلت ب 40، كاني انا العربيه وماشيه بالظبط. طب خلصنا كده الديستنت ما فيهاش اي مشكله، تعالوا نشوف الديسبليسمنت اللي عامله لكم قلق. بصوا يا اولاد عليها دقيقه وبعدين هتكلم انا في الديسبليسمنت.
دلوقتي فين الديسبليسمنت؟ هي المسافة ما بين الاي والاف صح؟ ايوه بس طيب هنجيبها منين؟ مش انا عندي اللاين بتاع البي سي كلها 200، اخدت منه جزء اهو ب 160، يبقى الباقي بكام؟ 40 40 حلو، يبقى الاي اف دي بكام؟ 40 بس اوبا. طب بس السؤال بقى غريب شويه، يعني احنا لو حاجه زي دي في الماس احنا بنضطر ان احنا نعمل بروف ان احنا اخذنا من هنا وده بيساوي ده، معش هل انا لا مطلوب في مني اعمل كده الساينس في مش عايزه الساينس؟ بروف، في الساينس مش عايزه بروف، هديك بروف في الساينس ليه؟ ما كفايه هو جايب لك ماس عندنا، ده طب يبقى ممكن رخم سؤال، قوي. هو سؤال، هو ازاي عارف ان المفروض الديسبيسمنت من A to F؟ يعني هو ما حددناش حتى النوع. ما ادكش حتى ايه؟ لا خلاص فهمت. مش طيب ايوه المفروض هو طالب برضو في السؤال velocity، مش velocity من الفيكتور اللي هما الفيكتور والسكالر دوت، يعني الفيكتور فبتحتاج دايركشن، اكتب له الدايركشن ايه بقى؟ من A ل F الدايركشن، طالما ما عندكش ساوث ونورث تكتب له كده من A ل F اهي، وتعملي من A ل F بس. الفيلوسيتي مش الديسبليسمنت، ما هي الفلوستي نفس الموضوع، هقول نفس له ان ال الحاجة V برضه. اهو، هتقول لي يا اما من ال A لل F يا اما انت كده ماشي ايه لناحية الاورست صح؟ إيه اسمها ايه؟ اسمها ايه بالعربي اللي على ايدي اليمين دي؟ شرق. ايوه هي دي ايرست بس. يكفي هي نورث هي ساوث هي ايست هي ويست، تشوف هي ايست ولا ويست ولا نورث ولا ساوث. يعني نفس الدايركشن بتاع الديسبليسمنت كده صح؟ اه طبعا، ما هي طيب الفلوستي جاي منين؟ مش من الديسبليسمنت، يعني تاخد نفس الدايركشن بتاعها اهو، اخر حاجه في البوينت دي ادي الفلوستي بتساوي ديسبليسمنت ديفايد تايم. الديسبليسمنت احنا جبناها بكام؟ ب 40 والتايم ب 10، يعني هتبقى 4 متر بير سكند، ولازم اقول الدايركشن بتاعها فاقول ان هي ايست. تمام. بس هو مش الـ velocity أصلا distance على time؟ سبيد ديستانت على تايم، فيلوسيتي ديسبليسمنت على تايم. خلي بالكوا الفرق، ان لو جبت هنا الفيلوسيتي هتطلع لي 4، اما لو جبت الديستانت قصدي السبيد هجمع كل الارقام اللي معايا دي اللي انا خدتها من الديستانت اقسمها على التايم. في فرق ما بين الديستانت والديسبليسمنت، وفي فرق ما بين السبيد وما بين الفيلوسيتي. السبيد باخدها بالديستانت، اما الفيلوسيتي باخدها بالديسبليسمنت. تمام. تمام. طب الرموز بتاعتهم نفس الرموز، افرق ما بينهم ازاي بقى؟ السهم اللي عليهم يا قطه، انت شفتيني كتبت مره ديسبليسمنت من غير سهم فوقيه او فيلوسيتي من غير سهم فوقيه؟ لا السهم ده معناه ان انا محتاج دايركشن. تمام تمام. تمام تمام يا رب نلحق نخلص اسئلتكم. طيب لا انا كده يونت 1، في اي حاجه تاني قالب بقى على يونت 2؟ خلاص ايوه تعالوا لي بقى في يونت 2 لو سمحتوا، عشان في مهزله حاصله في يونت 2. يلا هبدأ في يونت 2 من اول ليسن 1. حد عنده مشاكل في ليسن 1؟ او انا مشاكل في ليسن 1، استني ما ليسن اجيب 1 الكود فاهم. اهو، ايه المشكلة اللي فيه؟ ايوه يا ريت. ايوه ثانية واحدة. ايوه لا ايوه لا، بعد دي المهزلة اللي في الصفحة دي، دي وفي كلام كتير قوي يا تيتشر صح مش فاهمة. يا جدعان قلت لكم ما تاخدوش بالشكل، والله الساينس شكله كده من بره رخم بس من جوه تلاقيه حد طيب جدا. تيتشر انا بحب الساينس وهو طيب وكل حاجة، بس هنا في كلام كبير قوي يعني مالكيش دعوة محتاج بالكلام شرح. الكبير ده كله، اسمعي مني اسمعي مني، مالكيش دعوة بالكلام الكبير ده كله طالما انت فاهمة خلاص. زي مثلا اول شكل اهو بيقول لي ان اول شكل الري دي جايه من بعيد قوي فكلها اتجمعت بوينت واحده اللي هي الفوكال لينز، فالصوره بتاعتي هتطلع ريل وهتطلع فيري تيني صغيره قوي. لو حطيت الاوبجكت بعد السنتر اللي هو هيقول لي بعد السنتر، هيقول لي بعد الدبل اوف ذا فوكال لينز، الاثنين معنى الواحد اللي انا حطيتها بعد السنتر، هلاقي ان الصوره اتكونت بتبقى ريل، بتبقى انفرتيد، بتبقى دامج. واحنا عرفنا ريل يعني ايه؟ ريل يعني بقدر استقبلها على سكرين، يعني ما بتظهرش قدامي غير لما احط ورقه عشان تظهر عليها. تمام. ودي من خصائص الكونكيف ميرور والكونفكس لينز، كل البروبرتيز دي هي بتاعت الكونكيف ميرور، هي بتاعت الكونفكس لينز.
طيب لو حطيت الاوبجكت بتاعي عند السنتر، قال لي لا هتطلع الصوره ريل برضه، هتطلع انفرتد، هتطلع ايكوال ان سايز. لو حطيت الاوبجكت بتاعي ما بين السنتر وما بين الاف، قال لي الايمج بتاعتي هتظهر لي بعد السنتر وهتكون ريل وانفرتد وماجنيفيكايد. لو حطيت الاوبجكت بتاعي عند الاف عمره ما هتظهر لي الصوره. تمام اهو، خلي بالكم من الرسمه الكبيره دي اهي، ادي الاوبجكت بتاعي هحط ري، هيعمل ريفلكت، الري التاني راح عند سي عمل ريفلكت، عمر ما الاثنين دول هيتقاطعوا. تمام. طيب امتى الاقي بقى الصوره بتاعتي اختلفت ما طلعتش يعني كل الصور انفرتيد؟ امتى هتطلع لي انفرتيد؟ هي حاله اكسبشن اللي هي الاخيره لما انا احط الاوبجكت بتاعي قبل الاف. الحاله الوحيده في الكونكيف ميرور والكونفكس لينز الصوره بتاعتي هتطلع لي فيها فيرتيال اريكت ماجنيفيكايد. طبعا فيركت فيرتيال يعني معدوله، اريكت يعني حقيقيه، يعني ما بقدرش استقبلها على الريسيف، يعني انا هشوفها. تمام. تمام. لما بنروح عند الدسنت طبيب الاسنان بنلاقي ان هو حاط الميرور بتاعته في بقنا، هو جاب ورق عشان يستقبل الصوره بتاعت ضرسي ولا لا شاف في لا المرايه؟ شاف المرايه بتاعته صح، عشان ايوه هو قربها جدا، قرب الاوبجكت بتاعه جدا ان هو قدر يحطه قبل الفوكال، فبالتالي الصوره بتاعته طلعت له كبيره، كبر السنه او كبر التسوس بتاعي، فبالتالي قدر يشوفها من غير ما نقدر ناخد سكرين. طب ازاي بس استخدم بلاية ما استخدمش لينس؟ مع ان اللينس هو اللي بيكبر ويصغر بالذات في النظارات. لا نظارات حاجه، وبعدين النظارات مش بتكبر وتصغر، معلش مفيش نظارة بتكبر وتصغر، في نظارة بتقرب في وبتبعد. نظارة تيتشر بتكبر وتصغر، النظارة مغيرة شكلها ناي. لا انا لا يا قصدي مس الامراض انا بتاعت كده العيون اللي بعرف انا بلبس وحكيت لها الموضوع نظارة، يا ثواني، مس الامراض اشرح لي بتاعت، الامراض بتاعت عينيا اللي انا عصفور. هتكلم ولا انت تتكلم؟ طيب قولي عايز تقول ايه، حضرتك حضرتك لسه بتقول قول، طيب قول اهو مستنياك قول. انا كده كده لسه عندي مشكله في الحته دي، فممكن انا اتلخبط اشرح. خلاص هناخدها دلوقتي، هنشرح السايد كله، الفيجن، المشكله في الفيجن ايه. طيب ليسون 1، اي حد عنده مشكله فيه تاني؟ اهو طبيب الاسنان بيستخدم ميرور، بيستخدم كونكيف ميرور. خلاص مش اخر نداء انا مش لطيارة فاهمه، الجو. انا مش فاهمه السؤال اللي كان يوسف حاطه على الجروب ده، انا هموت وافهمه، بس مش عارفه هو اصلا تبع ايه، بس هو في اليونت دي عامه يعني. ما انا مليون دي كان تقريبا، استني ما نفتكر فين يا يوسف السؤال ده. هو على الجروب، هو ما كانش جايبه من الكتاب ده. بس انا حد بعتهولي وهو من الكتاب. طيب حد يقرا طيب من اللي كان مبعوت على الجروب وانا هكتبه على البورد، طيب لحظة، ولا اقول لك استني يا حبيبي، استني يا حبيبي انا هفتح الجروب واقراه انا بدل ما لسه انت هتعملي. ده فوق قوي، هو فين يا حبيبي؟ ده انت بعتي لي السؤال ده وانا شرحته لك صح؟ نو اضربك بقى ولا اعمل ايه؟ نو طيب والله لا. استني بقى اصبري عليا. هو اولا سؤال في ليسون 2 تمام، بيقول لي عندي كونفكس لينز از بليس ان ذا باسنجر اور ذا سان لايت، حطيتها قدام السان لايت ويكون لي صوره بتبقى فيري سمول ريلي ايمج فور ذا سان. At the formed of distant 20 centimeter from the optical center of the lens is if this lens is used for form vertical or upright or enlarged image for another object for another body, which of the following distant of the body from the optical center is correct? اللبس دلوقتي